استفادت الفنانة مي عز الدين مع المنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق رمضان 2018، وتم التعاقد رسميا بعد جلسة عمل جمعت مي وتامر في أول تعاون بينهم. ومن المقرر الاستقرار على باقي عناصر المسلسل قريبا واختيار مؤلف ومخرج العمل. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هو مسلسل وعد، واللي خاضت من خلاله السباق الرمضاني الماضي. أما المنتج تامر مرسي فخاض السباق الرمضاني الحالي بالعديد من المسلسلات لكبار النجوم، منها فريد عدلي علام للزعيم عادل إمام، وطائف نور لهني سلامة، وكفر دلهاب ليوسف الشريف، وأرض جو لغد عبد الرازق.